هشام مازن وعبد الدكتور بنجي. كانت فكرة الحقيقة ما هياش غريبة علينا في مصر، بالعكس احنا كنا في حلقات تواصل بيننا وبين الغرب عموما وبيننا وبين في الوطن العربي لمتابعة الحركة المسرحية بشكل منظم وآلية ومستحدثات في المسرح. الحقيقة هذا المهرجان كان خاص بالشباب، وده اللي بيؤكد مسيرة التنمية المستدامة. فكرة التنمية المستدامة تعود علينا اليوم حتى أجيالنا وتعود على من بعدينا. هي هذه الفكرة اللي تطرح مجموعة المبدعين والبواة بأن يبقى لهم ملتقى. وأتمنى بما إني مش يعني رئيس اللجنة العليا، مش عارف ليه هي عليا، بس أتمنى نلغي كلمة مهرجان وأفضل كلمة ملتقى، لأن كلمة مهرجان ابتزت على كل الأشكال في الفن. فيا ريت نستحدث كلمة ملتقى، لأن هذا الملتقى هو بين ثقافات مختلفة وبين مدارس متعددة في العالم. أعتقد أن هذه التسمية هتبقى أصدق وأصح. أنا سعيد جدا أن في ظل الظروف اللي مر بها مصر بجائحة كورونا استمر مازن، استمر هذا المهرجان بيشتغل الدورة الخامسة أعتقد السنة اللي فاتت لغاية الدورة السادسة. فده يعني محارب جيد علشان يستمر في عطائه. تحية للسيد المحافظ اللواء خالد فوده، ربنا يشفيه يا رب، اللي هو قام بفكرة هذا المهرجان وساعد بكل قدرته أن يكون المهرجان على أرض الفيروز، على أرض شرم الشيخ اللي هي قطعة غالية علينا في مصر. والمهرجان أنا أعتقد إنه هيتطور ولازم يتطور في السنوات القادمة. يمكن احنا اتكلمنا ده في اجتماعات خاصة بإدارة المهرجان ان لازم يتطور، عشان دلوقتي حتى حركة العالم بقت صعبة في الانتقال وفي الاختيار. رغم من ده انا سعيد جدا السنة دي يبقى فيه 36 فرقة مشتركة، منها 15 دولة أجنبية و21 عربية. 16 عرض هيتقدموا معظمهم دول فرق أجنبية يعني. فده شيء هايل وشيء جيد جدا جدا. مش عايز أطول عشان أدي فرصة لمازن الأستاذة العظيمة اللي اتأخر تكريمها مننا. هي اتكرمت كتير قوي ما شاء الله في عمرها كله، ولكن احنا اتأخرنا. بس انا معلش انا بدات التكريم في مهرجان 50 سنه مسرح، كرمتها بالنسبه لنا واستاذتنا ونقتدي بيها فنانه حافظت على شرف المهنه حتى الان. شكرا.